نشكره على قبوله الدعوة. أتذكر أن الهدف من هذا الحوار تسليط الضوء على أهم التساؤلات حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. أهلا وسهلا بك مجددا. السؤال الأول، من هم الإسرائيليون والفلسطينيون؟ وما هو السبب الرئيسي للصراع بينهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وكل الشكر لهذه القناة لهذه الاستضافة. وأعتقد أن هذا الموضوع يعني على درجة كبيرة من الأهمية. يمكن عندما نتحدث ونعرف من هم الإسرائيليون ومن هم الفلسطينيون، نبدأ بالجذور التاريخية الحقيقة لتشكيل هذا المفهوم اللي هو الإسرائيليون. أولا يجب أن يعني نعي أن هنالك فصلا ما بين المفهوم السياسي للإسرائيليين وما بين المفهوم الديني أو الاجتماعي للإسرائيليين. نحن عندما نتحدث عن الإسرائيليين الموجودين الآن على أرض فلسطين، نتحدث عن مجموعة من الشخوص توافدوا إلى أرض فلسطين منذ القرن الماضي على شكل جماعات من دول شتى. قامت على جمعهم منظمات صهيونية أرادت أن تربط أهدافها السياسية بغطاء ديني، ولأجل هذا هي جمعت وركزت على اليهود تحت كما قلت بتغطية على هدف سياسي بإقامة دولة تخدم أهداف مختلفة في هذه المنطقة. لذلك الإسرائيليين أو من يتواجد على أرض فلسطين في هذه الأيام هم يعني خليط من دول ومن جنسيات ومن شعوب مختلفة تجمعوا وجمعتهم حركة واحدة اللي هي الحركة الصهيونية. كما قلت حاولت أن تصبغ أو أن تعطي الصبغة الدينية على عملها لكي تعطي المشروعية ولتعطي الدافعية لهؤلاء الأشخاص للتوافد إلى فلسطين. وبالتالي لم يكن هنالك ليس هنالك شيء اسمه الشعب الإسرائيلي قبل قرن من الزمن. لكن من هم الفلسطينيون؟ الفلسطينيون هم الشعب الذي يسكن فلسطين عبر آلاف من السنين، سواء كانوا بتشكيلاتهم المختلفة، حتى انصهر فيهم في هذا الشعب من وفد أو من عاش أو من كان يعيش في هذه الأرض من يهود ومن مسيحيين ومن عرب ومن أرمن من مختلف المشارق، لكنهم عاشوا على هذه الأرض لآلاف السنين وليسوا طارئين على هذه الأرض. هؤلاء من يطلق عليهم الفلسطينيين بتشكيلتهم المختلفة. وبالتالي يعني استمر وجود هؤلاء وجود الشعب الفلسطيني مستقرا حتى بداية القرن الماضي عندما ابتدأت الهجرات الإسرائيلية أو ما يسمى الصهيونية أو وسموها اليهودية إلى فلسطين، عندما ابتدأ يختل واقع التشكيل أو واقع الوجود الفلسطيني، فابتدأت عمليات تهجير وإحلال من قبل الجماعات الوافدة. وكانت طبعا هنا فلسطين تحت الاحتلال البريطاني في ذلك الوقت، وهو ما أسهم الحقيقة في هذه العملية. كما قلنا عندما أصدرت الحكومة البريطانية أو وزير الخارجية البريطاني على وجه الخصوص في ذلك الوقت بليفور أصدر وعده المعروف في عام 1917 لليهود في إقامة وطن قومي لهم على أرض فلسطين، ولم يكن لليهود وطن هنالك على أرض فلسطين، ولم يكن هنالك وجود إلا القليل، جزء من الشعب الفلسطيني كان يشكل جزءا من الشعب الفلسطيني، لكنه أصدر هذا الوعد للمنظمات الصهيونية بأن يقيم لهم وطنا قوميا على أرض فلسطين. وساعدت حكومة الاحتلال البريطاني في ذلك الوقت هذه الهجرات في أن تحل على الأراضي الشعب الفلسطيني من خلال تفريغ وطرد لبعضها وإحلال الوافدين على هذه الأرض. نعم، هذا الصراع يعني متى بدأ وأين
أين ومتى بدأ؟ هذا الصراع كما قلت منذ مؤتمر بال في عام 1897، عندما اجتمعت أكثر من 500 منظمة صهيونية في العالم في بال في سويسرا، وبحثوا في إقامة وطن، إقامة دولة لهم. فطرحت خيارات متعددة، منها في أفريقيا في بعض الدول الأفريقية، أوغندا وغيرها، ومنها من طرح في بعض دول شرق أوروبا، ومنها من طرح فيها في كندا وفي أمريكا، ومنها من طرح في المنطقة العربية في على أرض فلسطين. واستقر القرار في أن يصنعوا دولة لهم على أرض فلسطين، لوجود بعض المقومات التي قد يعني تخدم في إقامة هذه الدولة، منها المكان التاريخي لهذه الأرض، أرض صراع للحضارات، أرض الأنبياء، أرضها مكانتها عند أصحاب الأديان، عند المسيحيين وعند المسلمين وعند اليهود، وبالإضافة إلى موقع فلسطين، موقع الجغرافي لفلسطين، لأنها تربط ما بين آسيا وإفريقيا، وقيمتها أيضا يعني السياسية للدول الاستعمار في ذلك الوقت، كما قلت أن منها يعني الممر الذي يربط ما بين أفريقيا وآسيا. واستقر القرار على أن يتخذوا أو أن يصنعوا لهم دولة في فلسطين، ومنها ابتدأت الهجرة أو عملية الاستقطاب والتهجير إلى أرض فلسطين، وأنشئت منظمة خاصة للتهجير ولاستقبال هؤلاء المهاجرين، يعني سواء كان دفعهم باتجاه الهجرة أو استقبالهم على أرض فلسطين. استمر هذا نصف قرن، يعني منذ عام 1897 إلى عام 1948، وهم في مرحلة بناء وتراكم لهؤلاء المهاجرين الوافدين الذين وفدوا من أمريكا، من ألمانيا، من دول شرق أوروبا، من دول عربية مختلفة، كلهم توافدوا إلى أرض فلسطين. واستمر هذا التوافد والبناء كما قلت نصف قرن، وكان يتخذ طابع صراع مع أصحاب الأرض الأصليين، لأن كانت الغاية هي طرد هؤلاء السكان الأصليين وإحلال البديل الوافد من هذه الدول المختلفة. ووصل طبعا إلى تدخل للأمم المتحدة في هذا الأمر، وهنالك طبعا قرارات أممية صدرت بهذا الخصوص، وهذا ما يثبت وما يؤكد الحقيقة أن هذه الأرض اللي هي فلسطين ليست إسرائيل، ولم تكن هنالك دولة اسمها إسرائيل في ذلك الوقت. نعم، من هذا المنطلق هناك شعار معروف كثير يقول الأرض بلا وطن لأرض شعب لشعب بدون أرض. إذا تاريخيا لمن تعود هذه الأرض؟ هذا الحقيقة يعني شعار مغلوط ونتائجه مغلوطة. أرض بلا شعب، هذه الحقيقة يعني ظلم وليست حقيقة، هذا الكلام ليس حقيقة. أرض فلسطين معمورة ومسكونة ومأهولة منذ التاريخ، بل إن يعني هنالك توافد وتقاطر على فلسطين حضارات مختلفة، وإذا ما يعني حاولنا أن نغوص في عمق التراب الفلسطيني سنجد أن هنالك إرث وتاريخ طبقة تلو طبقة سكن هذه الأرض، من الفينيقيين والكنعانيين والعرب الأنباط وما ذلك امتدادا إلى الشعب العربي والمسلمين، وبهذه الصورة. وخلال هذه الفترة مر الإسرائيليون من هذه الأرض لمدة 70 عام، لمدة 70 عام مروا على فلسطين، استمر وجودهم مملكتين في فلسطين. هذه المقولة أنه أرض بلا شعب، هذه الحقيقة يعني مقولة ظالمة، مقولة غير حقيقية، وإلا أين يعني هؤلاء الذين هجروا من أرض فلسطين؟ وهذا مثبت في سجلات الأمم المتحدة، في عام 48 تم تثبيت 800,000 مهاجر. هؤلاء أليسوا شعبا؟ أليسوا بشر؟ عندما نقول أن أرض بلا شعب، ثم لنستكملها لشعب بلا أرض. قد يكون اليهود بشعب، لكن هل هو بلا أرض؟
هم سيسكنوا ويتواجدوا في دول وهم رعايا لدول مختلفة، منهم الألماني ومنهم الروسي ومنهم الكندي ومنهم الأوروبي بجنسياته المختلفة، منهم العربي العراقي واليمني والمغربي والإفريقي. هم يعني هم يعني بمعنى آخر هم شعوب أفراد في شعوب مختلفة. ثم انعكاس هذه المقولة، يعني هل لو كان هنالك شعب بلا وطن، إذا سلمنا أن هنالك شعب بلا وطن، هل من حقه أن يأخذ أرض لشعب؟ هل من حقه أن يستبيح أي أرض؟ كيف يتم يعني هذا؟ لماذا لم يذهب، أو إذا كانت هذه المقولة يعني حقيقية ونريد أن نعكسها، لماذا لم يكن لهذا الشعب الذي بلا وطن اليهود، لماذا لا يكون له دولة في بريطانيا؟ لماذا لا تكون لندن هي دولته؟ لماذا لا تكون في ألمانيا؟ لماذا لا تكون في لماذا لا تكون في أي دولة أخرى؟ لماذا تكون في دولة بعينها التي هي فلسطين؟ فوق هذا ينتزع أهلها، يتم تفريغها كما قلت، تفريغ هذه الأرض من سكانها. فإذا كانت هذه المقولة يعني حقيقية ويراد أن نعكسها على الواقع، فلماذا لم يكن لليهود أو لم يقيم اليهود دولة لهم في أي دولة أوروبية، في بريطانيا، في ألمانيا، في روسيا، في أمريكا، في كندا، في عاصمة من هذه العواصم؟ لماذا يتم الاختيار لدولة لها سكانها ويتم نزع هؤلاء السكان من أراضيهم؟ كان من الممكن إذا كان هنالك شعب بلا وطن أو بلا أرض أن يكون أن يقيم له دولة في مناطق يعني فارغة من السكان. أمريكا قارة، أمريكا قارة واسعة كبيرة، كان من الممكن أن يكون جزءا من هذه القارة في أراضي خالية. كندا مساحة كبيرة جدا تخلو يعني سكان، بينما السكان قليلين. في أفريقيا هنالك في أدغال أفريقيا الحقيقة مناطق نائية ليس لها سكان، ليس فيها سكان. لماذا يتم نزع هؤلاء السكان واغتصاب هذه الأرض تصبح وطن ويقيم عليها دولة؟ نعم، هذا يسوقنا إلى سؤال آخر. المعروف تاريخيا أن هناك اقتراحات كثيرة لعدة أماكن تم اقتراحها. السؤال، لماذا في الأخير تم الاتفاق على فلسطين كأرض لإقامة دولة فلسطين؟ يعني لعدة أسباب الحقيقة، أسباب قد تخدم هذه المنظمات الصهيونية التي تغطت بغطاء ديني، وأسباب قد تخدم الدول الاستعمارية في ذلك الوقت. الدول الاستعمارية أرادت أن تستفيد من هذه الدولة التي تصنعها لتكون أداة لها في هذه المنطقة، وهي منطقة يعني غنية، منطقة النفط، منطقة خيرات، منطقة متوسطة ما بين العالم الجديد والعالم القديم، نقطة ربط ما بين قارات. لأجل هذا أرادت أن تكون الدول الاستعمارية وعلى رأسها بريطانيا وأمريكا، أرادت أن تكون الدولة هذه الدولة المصطنعة في هذه المنطقة. ثم أيضا لغاية أخرى اللي هي تخدم هذه المنظمات الصهيونية التي يعني أقامت وسعت لإقامة هذه الدولة، لأن فلسطين ذات إرث تاريخي وامتداد تاريخي كبير، ولها مكانة دينية عند أبناء الديانات المختلفة ومنهم اليهود. فأرادوا أن يستغلوا الشعور الديني عند اليهود لعملية التجييش والدفع باتجاه أن هذه هي أرض الميعاد، هذه الأرض التي وعد الرب فيها بني إسرائيل. ولأجل هذا كان التركيز وكان الاختيار على فلسطين وليس كما قلت الخيارات الأخرى التي نوقشت، سواء كانت الأرجنتين ولا أوغندا ولا كندا، يعني خيارات كانت أخرى. أرض الميعاد، إذا قلنا أرض الميعاد، السؤال المطروح الآن، هل هو صراع ديني أو صراع سياسي أو صراع اجتماعي؟ يعني ما طبيعة هذا الصراع الإسرائيلي فلسطيني؟ يعني هو في البداية أنا أعتقد أنه صراع مصالح من هذه المنظمات الصهيونية ومن القوى التي أوجدتها اللي هي الدول الاستعمارية لتحقيق مصالح لهم في هذه المنطقة من خلال إيجاد يعني موطئ قدم لهم في هذه المنطقة. هذا صراع المصالح تطور ليصبح صراع سياسي
ايضا يخدم كما قلت هذه الاداه، لكنه تم الباسه اللباس الديني. والان طبعا وقد طغى الان مع كل اسف طغى الصراع الديني، اصبح هو تقريبا يعني الجزء الاكبر الذي يمثل جوهر الصراع، عندما تطرح اسرائيل الان مفهوم انها دوله يهوديه. ما معنى انها دوله يهوديه؟ اي انها خالصه فقط لليهود، ولا يجوز ان يكون فيها من غير اليهود. قد يبتدئ التركيز الان على العرب وعلى المسلمين، لكن ايضا سيتبع ذلك المسيحيين وبعض الطوائف الاخرى الموجوده على ارض فلسطين. فهم الحقيقه يعني كما قلت يحاولوا بل ويسعوا الى ان يكون الصراع عقائديا او دينيا، عندما يتم مثلا استباحه المسجد الاقصى ومحاوله هدم هذا المسجد. وهذه جريمه بالمناسبه يعني في كل الشرائع، وجريمه بكل القوانين والشرائع الدوليه، وبل في قانون المحكمه الجنائيه الدوليه تعتبر من جرائم الحرب ان يتم استباحه اماكن ودور العباده. فكيف عندما يتم محاوله اغتصاب هذا المعبد اللي هو هذا المسجد ودفع المصلين خارج هذا المسجد طردهم، وان يخصص لليهود طبعا في خطوه تلو خطوه كما حصل في مساجد اخرى في فلسطين عندما تم تفريغها زمانيا، ومنها الحرم الابراهيمي في الخليل انه اصبح يعني جزء او وقت لليهود وقت للمسلمين، ثم تقسيمه من حيث المكان انه جزء لليهود جزء للمسلمين، وتم تكبير الجزء اليهودي وهكذا. وفي مساجد اخرى الحقيقه بالكامل تم يعني اغتصابها وتغيير صفتها من مساجد الى اماكن اخرى، بعضها حانات اصبحت حانات، وهذا قمه الانتهاء. وهذا الامر الان عم يتم فيما يخص المسجد الاقصى عندما تعلن اسرائيل الحرب على المسجد الاقصى، وهو عمليه استفزازيه الحقيقه للمسلمين ككل. هذه عمليه استفزازيه، كيف يقبل المسلمين ان يتم هذا وهذا المسجد مقدس له قدسيه خاصه عند المسلمين، كيف يقبل المسلمين ان يتم الاعتداء على هذا المسجد او حرق هذا المسجد او ان يغتصب ويسلب ليصبح كنيس يهودي؟ هل يقبل المسيحي ان تغتصب ارض الفاتيكان ان تصبح جزءا حتى لدوله اسلاميه ولا لليهوديه او غيره؟ لا يمكن حقيقه ان يقبل ايا كان. هل يقبل المسيحي ان تغتصب كنيسه في اي مكان من العالم وتحول الى معبد بصوره او باخرى او لاي ديانه اخرى؟ لا يقبل. اليهودي هل يقبل ان يغتصب كنيس يهودي ويتم تحويله الى مسجد او الى كنيسه؟ لا يقبل. فكيف يصمت العالم على هذه الانتهاكات والمخالفات والجرائم الدوليه التي تمارس؟ هي ارهاب الحقيقه، ارهاب يعني دوله تمارس اسرائيل. نعم. كيف كان رد فعل الجهات السياسيه العالميه وعلى راسها الامم المتحده ومجلس الامن الى يومنا هذا؟ يعني مع كل اسف ان ردود الفعل لم تكن متوازنه، ابتداء من القبول ان يتم هجره هؤلاء كما قلت اليهود من دول مختلفه ليستقروا في فلسطين، وهي هجره منظمه وليست هجره عفويه او فرديه، وليست تحت ظروف طارده من دولهم، وانما هي عمليه استقطاب ودفع لهم للهجره الى فلسطين الى ان يحلوا مكان الشعب الفلسطيني. فكانت رده الفعل في الدوليه مثلا بصدور القرار تقسيم فلسطين الى جزء للعرب وجزء لليهود، وهذا الحقيقه القرار يعني لم يكن منصفا. هذه كانت ارض للعرب بمكوناتهم المختلفه، المسلمين والمسيحيين واليهود الاصليين، اليهود العرب بمعنى اخر اليهود الفلسطينيين. فكيف يقبل هذا المجلس ان يتم تقسيم هذه الارض لتصبح بين صاحب الحق وبين غاصب لهذا الحق او المحتل لهذا الحق؟ ثم صدرت قرارات امميه ومن مجلس الامن ومن الجمعيه العامه
ابتداء من بعد عام 48 مثلا بعودة اللاجئين، يعني عندما تم تشريد 800 ألف لاجئ فلسطيني صدر قرار مجلس الأمن بضرورة عودة هؤلاء اللاجئين، لم نرى له تطبيق على أرض الواقع، مجرد أنه قرار وانتهى، لم يكلف العالم أو أي مؤسسة دولية أو مجلس الأمن نفسه على أن يلزم هذا إسرائيل بتطبيق هذا القرار إلى الآن، وهذا مضى عليه 67 عام في هذه الأيام، لم يلزمه ولم يستطع أن يلزمه، بل إن هنالك تنصل من هذه القرارات، قرار التقسيم أصبح يعني بلا طائل، ليس له يعني تطبيق على أرض الواقع، عودة اللاجئين أصبح أيضا هذا القرار الآن يتم الانسحاب والتنصل منه، ثم ومع كل أسف يعني هنالك نوع من المحاباة لدولة الاحتلال على حساب الحق الفلسطيني، عندما يتم السكوت على الجرائم تنتهك على مرأة ومسمع من العالم، جرائم القتل التي تمارس وصواريخ والحمم والقذائف التي تسقط على الشعب الفلسطيني في غزة وفي مدن مختلفة، الاعتقالات اليومية وجرائم القتل اليومي، هنا في ظل صمت دولي تماما، هل نقول أنه لا يعلم العالم الغربي لا يعلم عما يجري؟ لا، أن العالم الغربي يعلم ويرى ويشاهد، ما عدا هنالك يعني صراعات أو حوادث يمكن التغطية عليها أو إجهالها العالم، هنالك رصد وهنالك أقمار صناعية، هنالك صحفيين وإعلاميين في كل مكان، لكن هنالك مع كل أسف يعني ظلم دولي يمارس بحق الشعب الفلسطيني. السؤال الأخير، كيف يمكن إنهاء هذا الصراع وإحلال السلام؟ يعني يمكن المنطق يقول أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه، تعود الأمور إلى الأصل، وبهذا يعني ينتهي جذر المشكلة، يعني الشعب الذي شرد من أرضه يعود إلى أرضه، يعود إلى مدنه، يعود إلى قراه، لذلك يعني يرتاح هذا الشعب، ومن قدم من خارج فلسطين من دول شتى يعود إلى الدول التي يعني أتى منها، وبذلك ننهي هذه المشكلة، يعود الحق إلى أصحابه ويعود هؤلاء الطارئين إلى الدول التي قدموا منها، فلا يمكن الحقيقة يعني إحلال السلام في ظل وجود هذا الظلم وهذا القهر وهذا الاحتلال وهذا الاغتصاب لهذه الأرض، وفي ظل تشريد الآن ملايين من هؤلاء البشر، هؤلاء 800 ألف أعقبهم بالمناسبة تهجير آخر في عام 1967، فأصبح الآن هنالك مع الزمن أصبح هنالك ما يقارب من 7 مليون خارج أرض فلسطين، هؤلاء يجب أن يعودوا إلى وطنهم ويجب أن يعودوا إلى ديارهم، ولا يجوز حقيقة أن نغمض أعيننا ونقول أنه من الممكن حل المشكلة الفلسطينية والقضية الفلسطينية في ظل وجود هؤلاء اللاجئين خارج ديارهم، ولا يمكن أيضا أن نقول أنه من الممكن حل هذه القضية وهذه المشكلة وإحلال السلام في ظل وجود هذا الظلم وهذه العقلية التي تأبى إلا أن تستحوذ على كل شيء وتأبى إلا أن بالقوة أن تأخذ كل شيء، لا يمكن حقيقة إلا أن نعود إلى الأساس وإلى الجذر كما قلت، في أن يعود أصحاب الحق إلى حقهم، وفي أن يعود من طرأ ومن دخل إلى فلسطين إلى المكان الذي وفد منه، وأعتقد بغير هذا نحن نؤسس إلى صراعات أخرى في مناطق أخرى من العالم، إذا لم تحل بالصورة الحقيقية سيكون بإمكان أي مجموعة من البشر أن تحتل أو أن تغتصب أرض وتدعي أنها صاحبة حق وتطرد سكانها، ومن ثم سندخل في مشاكل في مناطق مختلفة من العالم. أنا يعني أختم أن أقول أنه ليس يعني تطلع العرب أو الفلسطينيين إلى يعني القتل كما أو الدم كما قد يتصور العرب، لكنهم يعني مسعون أن يحموا أنفسهم، يعني الفلسطينيين الآن يعني مستضعفين يسعى إلى أن يحمي نفسه من آلة القتل التي يمتلكها الإسرائيلي والتي تزيد
تزوده فيها أمريكا وتحميه قرارات دولية في مواجهة شعب لا يملك من أمره شيء، يتحمل نتائج هذه الحروب، بيوت تهدم، أطفال تيتم، نساء أرامل، عائلات مشردة، يعني في ظل هذه المأساة العالم يجب أن يتحمل مسؤوليته وأن يواجه هذه المشكلة وأن يتصدى لها بصورة يعني قوية وليس بصورة منحازة إلى هذا الاحتلال. ختاما، ما هي رسالتك إلى كل الشعوب بخصوص هذه القضية الفلسطينية؟ يعني أنا أعتقد أن الشعوب أو كثير من الشعوب تتعاطف في داخلها مع القضية الفلسطينية، وإذا ما علمت بحقائق ما يجري على أرض فلسطين حقيقة هنالك حالة من التعاطف. والسياسيين على وجه الخصوص بالمناسبة أكثر من يدرك حقيقة الصراع الذي يدور على أرض فلسطين، لكن مصالحهم تأبى عليهم أن يقفوا عند هذه الحقوق أو أن يعني يمارسوا ويقولوا يعني أو يقوموا بالدور الحق، أو أن الضغوط التي قد تمارس عليهم من قبل اللوبيات يجعلهم يصمتوا على هذه الحقائق. لأجل هذا نجد كثير من هؤلاء السياسيين بعد أن ينتهي دوره السياسي يتحدث بأريحية وبمصداقية ويتحدث عن حقيقة ما يجري هنالك على الأرض الفلسطينية، منهم رؤساء أمريكان، الآن جيمي كارتر، أكثر الرؤساء الأمريكيين تواجدا في المنطقة ومعرفة بحقيقة ما يجري، رؤساء وزراء ورؤساء أوروبيين مختلفين، ساسة ووزراء غالبيتهم، لكن مع كل أسف بعد أن ينتهي الدور الرسمي إلى هذا الحد نصل إلى نهاية هذا الحوار مع المهندس علي أبو صفر. نشكره كثيرا على استجابته لدعوتنا، وإن شاء الله نلتقي في حوار آخر.